ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. هنبدا دلوقتي نشتغل على الارنب، لكن اسمحوا لي في الاول اقول ابعد بس كده شويه، اتكلم بس عن الارنب شويه، خليني ايه اديله حقه يعني. هلبس بس الجلافز واوري حضراتكم. اولا انا عايزه بس اقول معلومه، الارنب لو مدبوح فريش ولسه الراجل دبحه قدامنا وسلخه قدامنا برضو، خلوا بالكم النقطه دي جدا، استحاله تلاقي له ريحه زفاره. اولا ما بيبقاش ليه ريحه زفاره خالص، فانا مش عارفه ليه حضرتك قلتي ان ريحه زفاره. هل حضرتك جبتيه مجمد؟ مش عارفه ايه السبب. انا عاده انصح ان الارنب بالذات ما نشتريهوش مجمد خالص، يعني اذا ما اتذبحش قدامك وشفتيه وهو بيتسلخ انا ما اشتريهوش. مش عايزه اقول لكم ليه، بس لو سالتوني على الصفحه هقول لكم. طيب ده الارنب اهو، ودي الكبده بتاعته جوه اهي، خلاص، والارنب مغسول ونضيف وزي الفل. ده كده تقطيعته عشان بس تبقوا عارفين، ده الوراك بتاعته وهنا الوسط ودي الصدرين بتوعه. فهو صعب ان هو يبقى زفر، لكن ضمانا لان انا مش عايزه الارنب يبقى زفر او يعني اتلافى الحته دي، فانا هعمل ايه؟ هقول لحضراتكم هعمل ايه؟ انا هخلي الكبده زي ما هي، عايز اخد بس حته الوسط بشوف بس ما بين الضلوع. ايوه صارها كده، ما تاخدش وقت، هو اصلا عظمه مش بياخد مننا يعني ايه وقت في التقطيع. وادي الوسط وده الجزء اللي فيه القلب، حبيتش افصلها منه لكن هو نظيف وزي الفل، ملوش ريحه زفار. انا وانا ماسكاه دلوقتي اصلا الارنب جاي فريش مدبوح وتمام، ما فيهوش مشكله. خليني بس اغير الجلافز. طيب هنستفيد من ان احنا بعد ما نغسله بالميه هنعمل له حاجه برده نتلافى بيها، ننزل مقادير الملوخيه بالارانب. ماشي، عندي طبعا اساسي للملوخيه بالارانب، اولا البوكي جرني او ميه السلق اللي انا هسلق فيها الارنوب ده، عندي ميه سخنه وعندي ارنب، هنقي ارنب شمورته هنقيه واجيبه يتذبح ويتسلخ قدامي ويتشطف بميه وملح، وممكن اديله شعره ليمون كده مع شويه الميه يبقى يا سلام تمام. طيب عندي فلفل اسود وورق لورا وبصل وحبهان وجزر وكرفس ومستكه، دول البوكي جرني اللي هسلق فيهم الارنب. طيب مقادير الملوخيه، طبيعي ان احنا عندنا الملوخيه سواء مجمده او خضراء، انا جبت الاثنين عشان اوري حضراتكم لو المجمده هنستخدمها ازاي، ولو الخضراء طبعا كلنا عارفين الخضراء بنجيبها نشطفها، اسفه نقطفها الاول قبل الشطف، وبعدين لما بنيجي نقطعها بنقطعها بالعنقود ونحطها في المصفى تتغسل كويس قوي، وبعدين نبدا نفردها على فوطه او حاجه تتنشف كويس جدا. طيب عندي الملوخيه المفرومه او الملوخيه الخضراء مع معلقتين سمنه وتوم ومعلقتين كزبره جافه وفلفل حار مفروم وملح، وطبعا بقدمها مع رز ابيض. طبيعي الرز الابيض حوالي عندنا الرز والملح، بديله بس فصين مستكه للطعم، شويه زيت او معلقه سمنه والميه السخنه، وممكن اسقي من شوربه الارنب. طيب انا هعمل ايه بقى؟ اول حاجه هعملها خالص ان انا سخنت اهو الحله دي على النار، خليني كده اخد ايه معلقه خشب، مش عايزه معلقه زيت، انا هحط معلقه سمنه بما ان الاكله النهارده فيها حته كده، هحط معلقه سمنه صغنونه كده بالطعم، وبعدين هاخد كام فص مستكه هنا ادوبهم الاول في الحله، دابت خلاص اهي، هاخد بقى الارنب اللي احنا قطعناه وهديله تشويحه كده الاول. الله ريحه المستكه الحلوه دي، ده ممكن نفصلهم على بعض لو انتوا عايزين، بس انا عايزاه يبقى عشان ما يتهريش كده. هسخن بس الميه هنا السخنه شويه اهو، كده النصيحه اللي اقدر انصحها ان احنا ما نشتريش ارانب مجمده، بس ليه مش مهمه بقى، هقول لكم على الصفحه برضه. هموت واقول بس مش هينفع. طيب هنزل بقى البصل، جزر، عندي حبوب من الفلفل الاسود، خليني اقص الكرفس ده
خليني اخد السكينه الصغننه النظيفه الحلوه دي كده على كبير كده حبه حلوين. ادي الكرفس وعندي ورق لورا وادي الحبهان وحطينا المستكه. قصدت اشوحه بس علشان الريحة يعني ياخد ريحة حلوة. لو اقولك الريحة جميلة ازاي؟ بسم الله هضيف مية سخنة تكون بتغلي، ما ينفعش احط مية ساقعة خالص، وهسيبه يتسلق عشان يديني شوربة ابدأ اخد منها واشتغل الملوخية. ادي تمام. اول ما تبدأ تغلي حط بس رشة ملح ورشة فلفل خفيفة ناعم. انا حاطة حب، الحب بيبقى نكهته اقل واهدى، وحطيت دلوقتي رشة فلفل. هبدأ بقى خلاص اغطي كده عليه، واول ما تغلي الشوربة هوطي عليها. هو ما بياخدش وقت في التسوية لحد ما يستوي ويبقى تمام.